وجا خدت الحاجة اللي بيسموها بخرة دي، ما بخرة في الدين والله ما في، ولا في محاية في دين الله سبحانه وتعالى. ده كله شغل بتاع دجالين زاد. طب مش ليه محاية يا أخي؟ يشربك لا وهو يمشي الدكتور. طب مش ليه وين الشيخ؟ والله مشى الدكتور ويجي شايل لك كيس بتاع حبوب وحقن، يدو حقن الشيخ ذاته ويديك انت محاية. لو هي أصلا بتشفي كان مشى دكتور؟ ليه مشى دكتور؟ من كلها لخمة زاد. ويموتوا في يموتوا في المستشفيات. تقع البرعي مات في المسجد؟ ما مات في وين؟ مش في سايرون؟ ليه مشى المستشفى؟ ده مش سؤال. ناس دي ما بتركز ليه؟ البرعي مات وين؟ لو اصلوا الشغله دي شغلته دي نجيضه وكلها لخبطه ساي. فخدت الولد الحوار، خدت المنقب ورمى لها الحاجات دي، بعدين البيت خدتها شابه قدامه ده شايل له صوت. بعد ذاك خدتها فوق لها شنو؟ على ده نختب. خدتها فوق لها بطانيه غوتا ثقيل وغطاها ومشغلين النار جوا وشايل الصوت بدي صوت بتكورك. يا جماعه زول في وضع زي ده ما بكورك؟ خاتينك جوا بطانيه وبخور وصوت بتاع عنج صبجك ويكورك البيت وتقحقح. بس مما قحقحت قال لا ده الجن. يا زول انت مجنون في راسك وزول جوا في 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 دخان ما بقحقح؟ امسك الشيخ ذاته دخله جوا الشغله دي ما بقحقح؟ انت تخش المسلمين يا اخي؟ معزول خدته في دخان وفوق له بطانيه ما اصله بقحقح. والموضوع ده طويل وكله لخبطه وهوس في نهايه الامر. خلي الطرق دي كلها والجماعات ابقى حر مستقيم وابقى تقي. لا تنادي شيخ، لا تعلق حجاب، لا تمشي لدجال تقول له رايحه وين، لا تعلق كمون في الطفل، لا المراه تقول وحاد فلان، ولا الراجل يقول وحاد فلان. عقيدتك تبقى في الله نظيفه وتكون تقي، تعمل الأوامر تجتنب النواهي من يوم الليلة توب.